وقلبك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر يصلى النار الكبرى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال سبحانه عن هود عليه الصلاة والسلام أسباب نزول الغيث، ويقول سبحانه وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والاستقامة هي الإيمان والعمل الصالح. أيها الله ونصلح ما فسد ونتعاد عن الرشوة والربا والزنا وكل أنواع الذنوب. يجب علينا إخوة الإسلام أن نتوب إلى الله من جميع الذنوب وأن نحسن الظن به سبحانه. اقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فارفعوا أيديكم بارك الله منه الفرج سبحانه وإزالة الشدة وأن ينزل علينا من فضله غيثا نافعا مغيثا لقلوبنا ولأرض سنة وفيه تفاؤل بقلب الأحوال إلى حال أخرى. فأرسل السماء علينا مدرارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا ما أغثنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. نسجد عبد الخير من أرضنا من الجلال والإكرام. اللهم أنا أستغفرك من الشيطان الرجيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم.